أهلا بكم في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والروائية السورية ابتسام شاكوش. تابعوا حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الإصدارات الثقافية. والآن أدعوكم إلى وقفة مع الشعر. أملي العراق، أملي هواك، فكن لقلبي ساقيا حبا وشعرا خالدا ومعانيا. أملي هواك، فلو رضيت محبتي ورفعت للقلب الحنون شغافيا. يا عاشق الزيتون في ألق الضحى، يهمي ودادك ما عشقت عراقيا. من أين أبدأ أشتهيك زاهرا، أو رحت أختم ألتقيك قوافيا. يا ذكر فكري، يا عبير قريحتي، أقبل إلي فقد عرفتك وافيا. وعهدتك الفاني بكل فضيلة، فغدا المحب بروح عطرك فانيا. وتنسمت منك الغوالي رفعة، تغني الخلود وتستحيل أقاحيا. عانقتها فازداد تيما منطقي، كالذوق عانقني فرحت مباهيا. وسكبت أشواقي كؤوس بدائع، ترجو بحضرتك الجمال الزاكيا. تزجي يواقيت القليظ مهابة، ولعلها تبغي رؤاك تفانيا. يا صاحب القلب الكبير، يا صاحب القلب الكبير، تحية من شاعر ملأ الزمان أمانيا. يا صاحب القلب الكبير، يروقني أن أبذل الومضات عنك مباهيا. فأنا الغرام، أنا الهوى، حتى وإن سلبت سموم الغادرين ذراعيا.
فأنا الغرام، أنا الهوى، حتى وإن سلبت سموم الغادرين ذراعيا وأرى الزمان وإن قست أدواؤه لا يرتضي إلا سناك مداويا. كن لي مجيرا، كن لي مجيرا، كن لقلبي واحة يا واهب العزمات أدرك حاليا. لا تخش من ظمأ يراد لأمتي ما دام غيثك للعروبة هانيا. لا تخش من وجع يحاك بريبة ما دام عزك للبرية هاديا. ولسوف تبقى الأعطيات غزيرة ما دمت يا محبوب حيا باقيا. فالقدس ترجو من سمائك منحة، والقدس ترجو من سراك تدانيا. يا ملتقى الأحباب، هذه قصة مني تطول وقد أطلت هتافيا. لا أجتدي التصفيق، لا أجتدي التصفيق من مستعطف، قلبي يصفق مذرآني شاديا. بغداد قلبي مذ سموت وقادني مدد ينيل الثائرين مواضيا. فأنا العراق، أنا العراق، وهمتي وقف لصب يستحق ثنائيا. وأنا العراق، حمى الحسين وعطره يوم النزال لكم نحرت فؤاديا. صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا. بعد هذه الوقفة مع الشعر أدعوكم لمتابعة فقرة هذا كتابي. حديثي اليوم عن ديواني الأخير، وهو شهد شاهد من أهله، الصادر عن دار يافا العلمية في الأردن وبدعم من وزارة الثقافة الأردنية. الديوان يقع في حوالي 300 صفحة من الحجم المتوسط، وقد كتب مقدمته الأستاذ الشاعر علي الفاعوري من المملكة الأردنية، وقال فيها: أراني كل يوم أبحث في طيات صفحاتك العذبة عنك، عن شاعر آسر، عن صاحب غيمة محملة بالمطر المجازي الكثير لتمطرنا دهشة وترشنا عذوبا. يضم الديوان 41 قصيدة تراوحت بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة، تحاكي القصائد الوجدان بشاعرية عاشق صور المرأة الحبيبة والعشيقة والرفيقة على أنها امرأة حقيقية تسكن الفؤاد، وكرمز للقيم الجمالية كما سيجد القارئ في قصيدة عطر العمر التي تعكس مشاعر التي أوجبتها الغربة على الشاعر، وتجلت فيها صورة المحبوبة امرأة تشرق في سماء الشعر وتنير على الشاعر غربتها. ثم نجد في القصائد امرأة أخرى تحتل مساحة من وجدان الشاعر، وهي الوطن، ويتبدى ذلك في قصيدة عمان التي ولد فيها الشاعر، فنجده يخاطبها وكأنها امرأة يخلو عليها صفات الحبيبة والصديقة والمرأة التي تسكن في غيابه ويرتشف الفجر من رحيقها، فيجعلها أختا للقدس تسري كل صباح إلى الجسر للقاء أختها. ويتجلى هذا الاندماج بين المدينتين في الإهداء الذي اختاره الشاعر في ديوانه، حيث جعل الشاعر من ديوانه مهداة إلى وطنه، يقول: إلى وطني الذي من فك يقسمني إلى شطرين، شرقي يعانقني إذا ضاقت بي الدنيا فيحملني على الكتفين، وغربي يؤرقني إذا ما جئت أبحث عنه بين الدمع والعينين. جاءت تسمية الديوان وشهد شاهد من أهله نسبة إلى إحدى القصائد الموجودة في الديوان، وجاءت على شكل قناع لشخصية يوسف عليه السلام، يبدأه الشاعر مخاطبة نفسه معاتبا إياها لأنها لم تغلق دون زريخة الأبواب ولم تراودها عن نفسها، خلافا للرواية الأصلية لقصة زريخة
مع يوسف، ويسائل لماذا لم يراودها ولم يقد قميصها ليعرف كل الناس بقصتهما فتكون له يوما ما. فيقول: زليخة غلقت عن يوسف الأبواب لا أنت، وقد قدت قميص الشوق من قبل فلا هانت، وقد هنت وهاءت كي تقبله وما هئت، أما شغفتك حبا مثل ما قلت. القصيدة الأولى في الديوان بعنوان وطني تصور الوطن الذي يعيشه الشاعر في غربته ويعيش فيه، فيراه مخبوءا في وجع الفقراء وخاصرة الأرض، فيجعل منه مفتتح الأمور وخاتمتها وبداية اللغة ونهايتها، فهو أجمل قصة عشق عرفتها الصحراء وهو نبض الشريان. تلح الغربة كذلك على الشاعر في قصيدة بعنوان أنا الغريب، فيجد نفسه مسكونا بعطر الماضي وذكريات المساء ورائحة الياسمين التي رافقته في طفولته، ويحلم بالآمال التي لم تتحقق والأمنيات التي أصبحت مجرد ذكرى. يقول: أنا الغريب الذي لم يدر كيف جرت منه السنون وعود الشوق بعد طريق، أنا الغريب الذي لم يأتني خبر من الأحبة مذ أمعنت في سفري، أنا الغريب ومذ 20 قافية أراود الشعر عن صحبي وعن مطري. أما صفحة الغلاف الأخيرة فتضمنت مقطوعة من القصيدة التي حملت اسم الديوان، فقال فيها: زليخة لم تغلق دونك الأبواب، ولم تعلم بأنك قد عصرت العمر ملء الخمر كفيها وأعنابا، زليخة لم تغلق دونك الباب، ولم تعلم بأنك قد عصرت العمر خمرا ملء كفيها وأعنابا، وأنك لم تزل مع كل ريح تشرع الأشعار للأشواق محرابا، لأنك أنت من آثرت أن تبقى غريبا في بلاد الله جوابا. شكرا لكم. بعد أن تابعنا فقرة هذا الكتاب، أدعوكم لمتابعة هذا التقرير الثقافي. احتفاء بالموصل وتراثها العريق، تضافرت جهود فريق من الموصليين لإقامة المهرجان الأول للتراث الذي يعنى بعراقة المدينة وإبداع أبنائها. اليوم نحتفل كفريق تراث الموصل بمهرجان التراث الأول في محافظة نينوى، نحاول من خلال هذا المهرجان تسليط الضوء على التنوع الموجود في هذه المحافظة من التراث الغني بهذه المدينة التي يعني متأصلة بالتاريخ، ترجع تاريخ إلى آلاف السنوات. نحاول من خلال هذا المهرجان تسليط الضوء على الحرف التراثية التي تحتاج إلى دعم، على الأعمال اليدوية لدى الشباب والفنانين المتخصصين بهذا المجال الذين يحتاجون إلى دعم كبير لصقل مواهبهم. لذلك ندعو الجهات الحكومية دعم مثل هذه الطاقات لتسليط الضوء عليهم، ودعم حتى على مستوى خارج العراق بمشاركتهم بمهرجانات وفعاليات خارجية. المهن والحرف الشعبية كان لها حيز واسع في المهرجان لتنقل للمتابعين جانبا مهما من تراث الموصل. من لم يهمه أمر الموصل وأهلها فليس من الموصل وأهلها. هاي بداية كلامي بهذا المهرجان التراث الشعبي اللي يعبر عن الموصل وتراثها وتاريخها ومهن الشعبية اللي أنا أحد هاي المهن، مهنة السفارشي الماخذة عن أجدادي. الحقيقة الموصل معروفة منذ زمن بعيد يعني بحرفها اللي هي حاليا تعتبر هي الصناعة العراقية. الصناعة العراقية وللأسف ماتت، ظلت المهن الشعبية اللي هي مختصة الموصل بها، ومع الأسف ماكو أي جهة أي جماعة تقوم بتشجيع هاي المهن اللي بدت بداية انقراض. والصناعة الموصلية معروفة يعني تقدم للناس خاصة من الأمور الزراعية والبناء وسوق الحدادين مشهور، أكو مهن متفرقة بالموصل أكو اندثرت بسبب ماكو أي تشجيع لها. هذا اللي خلى كثير منهم تركوها. والموصل جماليتها تراثها وتاريخها، ومن جمال الموصل تراثها هو المهن الحرفية الشعبية. هاي المهن اللي كثير دول من العالم مع الأسف انفقدت، محافظات بالعراق مفقودة هاي المهن، فكيف الموصل إذا اندثرت
منارة الحدباء راحت إن شاء الله تعود، لكن المهن هذه إذا راحت أهلها ما يظل أهل، وإذا ما نشجع أولادنا، يعني أنا أولادي مشجعهم على هاي المهنة ومعلمهم، لكن أكو من تركها بسبب الظروف الصعبة اللي عتعيش المدينة والمادية ونفسية والحرب اللي صار والدمار اللي صار على الموصل ما قليل ما سهل. فإن شاء الله ترجع الموصل وترجع المدينة بأهلها، والموصل أم ربيعين تبقى شامخة، والموصل إن شاء الله تبقى بخير أهلها، وهي مدينة علم ومدينة إبداع وفن وتراث وتاريخ، فالكل تعشقها، حتى التاريخ نفسه هو يعشقها لأنه هو اللي كان سبب بذكرى، لأنه الموصل عبر التاريخ مدينة لها قوة ولها مكانتها، ومنها خرجوا العلماء وولاد الرجال، والحمد لله أولا وآخرا. جهود ذاتية غاب عنها الدعم الحكومي ساهمت بإخلاص في استحضار مستلزمات النجاح لهذا النشاط التراثي. أهلا وسهلا بكم وأهلا بحضوركم بالمهرجان، مهرجان تراث الموصلي. نتحدث ونطرق المهنة الأنتيكة والتراث والموروث الشعبي الموصلي أو العراقي بصورة عامة. هذه المهنة أو هذا التراث أي دعم له من أي جهة، إحنا هاي الشغلة امتهناها وبنفس الوقت هواية، لكن ما لها أي دعم، أي صدى ما لها بالنسبة للجهات الدولة أو أي جهة. إحنا جهود ذاتية قمنا نشطناها واقتنيناها وقمنا نشتغل بها وصار بها رواد للشغلة بالموصل هوني، والحمد لله والشكر إحنا محافظين عليها، لكن نتأمل ونطلب من أي جهة رسمية ترعى هذا الموضوع. حاولنا أن نعمل مجمعات بالموصل نجمع هذه المهنة بالموصل، ما لقينا أي صدى وأي دعم من الدولة. نتمنى أنه إن شاء الله أحد ينظر لهاي المهن ويحافظ عليها من الاندثار. الأعمال اليدوية لطالما شكلت لبنة أساسية في تراث الموصل وعكست معالم حضارية عريقة، لكنها كالمعتاد تشكو إهمال الجهات الحكومية. تم حضورنا اليوم إلى مهرجان التراث، كانت الأجواء كل جميلة ورائعة مثل ما تشوفون، وبمشاركات متنوعة من أعمال يدوية وبازار وعدة فقرات متنوعة كانت. تم اليوم مشاركتي بأعمال يدوية اللي تتضمن عن تراث الموصل، تحاكي تراث الموصل من منارة الحدباء، بوابة نرجال، الجسر العتيق. طبعاً نحن نطمح دائماً نكون مثل هكذا مهرجانات بالموصل، نشارك بها ونبرز بها ثقافات الموصل وإبداعات شباب الموصل، لكن بالوقت الحالي الدعم يعني كلش قليل يعني حالياً. نتمنى أنه يكون دعم أكبر من هاي في هذا المجال للشباب لتطوير مهاراتهم وإظهار إبداعاتهم وإظهار المدينة بأجمل حلة. بعد هذا التقرير الثقافي تابعوا معنا فقرة مبدعون. Thank you.
أهلا بكم من جديد. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والروائية السورية ابتسام شاكوش، عضو في رابطة الأدب الإسلامي العالمية، عضو في لجان تحكيم كثيرة للمسابقات الأدبية، عضو اتحاد الكتاب العرب في جمعية القصة والرواية، أنشئت مركزا ثقافيا في مخيم اللاجئين وأدارته مدة 4 سنوات، أصدرت عدة أعمال أدبية توزعت ما بين الروائية والقصصية. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. مرحبا ست ابتسام، ضيفة على فضاءات. شكرا على اللقاء الجميل، حياك الله. يسعدنا الكاتبة والروائية السورية ابتسام شاكوش أن تكوني ضيفة على برنامج فضاءات في قناة الرافدين، وأهلا وسهلا. حياك. نبدأ بالعمل الروائي. يعني من الروايات المعروفة، من الأعمال الروائية التي أنت قدمتيها، احدى الروايات تحت عنوان على وقع الخطى، عنوان احدى هذه الروايات. يستدل من هذا العنوان ان ثمة خطى سابقة مرت فوقها خطى جديدة، يعني تشيرين فيها طلقات المدافع التي احدثت ثقوبا جديدة تشبه المدافع التي احدثت الثقوب القديمة في الجدار العثماني او هذا البناء العثماني، لكنها من مصدرين مختلفين. المصدر الأول هو الاحتلال، مدافع الاحتلال الفرنسي عام 1919، والمصدر الآخر هو مدافع النظام السوري، والذي يفترض أن يكون نظاما سوريا وطنيا. كيف نقرأ تشابه الفعلين؟ في البداية أتحدث عن الرواية بشكل عام. لدي 10 روايات، الأربعة كتبت هنا في أيام النزوح، الخامسة كتبت في الفترة ما بين بداية المظاهرات والنزوح. كان عنوانها قشرة البيضة. قشرة البيضة، الشعب كان داخل قشرة البيضة كالفرخ. لا يرى من الحياة إلا ما هذا الجدار الأبيض تحت القشرة. نعم. حين كسرت قشرة البيضة وخرج إلى النور، كسر جدار الخوف، وجد أن العالم واسع جداً ولا يمكن له أن يعيش داخل قشرة البيضة مرة أخرى. هذه كانت أول رواية بالثورة. الرواية الثانية كانت عنوانها وقع الخطى. وقع الخطى حين انتهت العثمانية وتقاسمت بلادنا الإنجليز والفرنسيين وفق معاهدات سايكس بيكو. كانت بلادنا من حصة الفرنسيين، دخلوا من جهة البحر، نصبوا مدافعهم في قرية شريفة، كان اسمها شريفة، بينها وبين قريتنا وادي. أطلقوا المدافع، أحدثت ثقوبا في جدار المسجد. قرية شريفة في أي مدينة؟ اللاذقية. أنا من اللاذقية. الساحل يعني؟ نعم. الساحل. هم دخلوا عن طريق البحر. أحدثت ثقوب في جدران الجامع العثماني. مساجدنا كلها مبنية على الطريقة العثمانية من قبل. ذهبت العثمانية، وجاءت الفرنسية. الفرنسية أقامت دولة العلويين بالساحل، وأقامت دولة الدروز في السويداء، وأقامت قسمت سوريا إلى دويلات مناطقية وطائفية. هجروا جماعتنا المسلمين السنة. ما يعرف بسوريا بمهاجر الصهاونة.
منطقة الساحل فيها ثلاث جبال من المسلمين سنة، نعم. التركمان وجبل أكراد وجبل صهيون، نعم. منطقتنا نحن جبل صهيون. منطقة صهيون كانت مركز قضاء صهيون على الزمان العثماني، نعم. لما اجت فرنسا نقلت المركز الحكومي الى اقرب قريه مسيحيه، نعم. وكانت الحفه حتى حضور الفرنسيين لم يكن فيها الا المسيحيين والكنيسه، نعم. نقلت الحكومه الى هناك وكبرت الحفه بمن نزحوا اليها من القرى المحيطه لانها مركز الحكومه. هاجروا اهلنا من الساحل إلى إدلب وإلى حلب وإلى تركيا، هاي في زمن الاحتلال الفرنسي. فرنسي. نعم. ثم عادوا حين فشلت الدولة العلوية وانهارت، رجعوا. الآن نحن هاجرنا على نفس الطريق ولا نفس الخطوات، وأنا تخيلت في روايتي أنهم مشوا على الطين وخطواتهم تحجرت، نعم. ونحن مشينا على نفس الخطوات لأن السبب هو نفسه. هجرة أهلنا كانت بسبب ديني طائفي. الآن في سنة 2012 شهر الرابع نيسان، نعم. أبريل تكلم مندوب أمن الدولة في الحفة، أنا كنت شاهدة على هذا الكلام، نعم. قال ستقوم دولتنا العلوية لابد من قيامها، وهذا أمر متوافق عليه دوليا في دولتنا العلوية. هو موظف رسمي في الدولة؟ نعم، نعم. في أمن الدولة مخابرات، نعم. دولة مخابراتية بالأساس. في دولتنا العلوية لن نسمح لامرأة محجبة بالسير في شوارعنا، لن نسمح لصوت الأذان يرتفع بفضائنا، من يعجبه الأمر يعيش بيننا أو كما تريد الأكثرية وكلمته بالصرماية بالحذاء، أما من لا يعجبه هذا الكلام فليبحث عن وطن خارج هذا المكان، هذا وطن. طيب هو موظف رسمي في دولة، نعم، يفترض، نعم. أن يتبنى خطابا وطنيا، نعم. كيف يسمح له من رأس النظام أن يتبنى خطابا طائفيا؟ لا أعرف، هذا الكلام كان في الشهر الرابع 2012، نعم. في الشهر السادس كانت المعركة الكبرى وهاجموا منطقتنا بالدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة بكل أنواعها والصواريخ نصبت في كل القرى المحيطة بنا، نعم. والطيران يرمي بحمولته علينا، لم تكن حينها براميل، كانت صواريخ فقط ورشاشات، وجرى تهجيرنا على نفس الطريق التي سلكها أسلافنا، نعم. هذا ما حصل على وقع الخطأ، نعم. في تلك المرحلة أجدادنا جاءوا وفود إلى تركيا يطالبون بضم مناطقنا إلى هذه الثلاث جبال، نعم. جبل التركمان والصهيون والأكراد إلى الدولة التركية، نعم. ولكن طلبهم من قبل حكومة الاتحاد الترقي رفض، واعتقلوا فترة ثم طردوا إلى سوريا، سوريا، نعم. الفرنسية. حين نحن هاجرنا لجأنا إلى تركيا، نعم. ودخلنا مخيمات اللاجئين. في روايتي أنا أقارن ما بين، أنا أتكلم عما وجدنا في مخيمات تركيا والاستقبال الإنساني جدا، نعم. الذي لقيناه بالمقارنة مع المخيمات التي أقيمت في الأردن وفي لبنان كانت سيئة جدا معاملتهم. طيب أنا سؤالي حقيقة قلت كيف يتشابه أو تشابه الفعلان، يعني في عام 1919 المدافع الفرنسية أحدث ثقوبا في جدار الجامع العثماني، لأن المعركة واحدة، نعم. والآن مدافع النظام، نعم. أيضا أحدث ثقوبا أخرى بجوار الثقوب السابقة من، نعم. قبل النظام، نعم. الذي يفترض وطنيا، أنه وطني. هل يفهم من المشروع واحد؟ نعم، 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 هو مشروع واحد، والهدف تغيير ديموغرافي، تغيير الخريطة السكانية لهذه المنطقة، المنطقة، نعم. التي تشمل سوريا ولبنان والعراق وكل المنطقة، منطقة سايكس بيكو. الجامع العثماني هل ما زال باقيا؟ نعم، ما زال موجودا، نعم. هي ثقوب صغيرة، وبقيت الثقوب، نعم، بقيت، نعم. الثقوب المرحلتين تشهد على ما حصل. هناك رواية أخرى لحضرتك ست ابتسام هي حملت عنوان ابن المجرم، نعم، ابن وطبعا المجرم. لما يعرف أن الكاتبة سورية مباشرة يتبادل لذهن القارئ أن المقصود هو بشار ابن حافظ أسد، هل فعلا هو المقصود؟ لا، هذا؟ لا، نعم. ابن المجرم في روايتي ليس هو بشار ولا هو حافظ أسد، نعم. في بتاريخنا في سنة 63 قام انقلاب حزب البعث وسيطر على الحكومة والمجتمع، نعم. في 73 أضاف، طبعا في 64 قامت أول ثورة ضد حزب البعث، نعم.
بال 73 أضاف حافظ أسد إلى الدستور فقرة أن حزب العسكري هو الحاكم للدولة والمجتمع، هو القائد للدولة والمجتمع. في 80 قامت أو 78 79 80 قامت ثورة، وثورة كبيرة جدا اشترك فيها كل فئات الشعب وكل الأطياف، الشيوعيين والبعثيين وكثير من الناس، ولكنها حملت الإخوان المسلمين. اللي تقصدين في حماة؟ ثورة 80. في كل المحافظات جرى تدمير أحياء كاملة، جسر الشغور، إدلب، اللاذقية، حلب، بكل دير الزور، كل المدن جرى فيها تدمير أحياء. أما حماة فكانت نصيبها الأكبر بالثمانين. أبناء الشهداء، أطفال الشهداء الذين قضوا في تلك الثورة، عاملهم النظام على أساس أبناء مجرمين. حرمهم من كثير من الحقوق وحاصرهم اجتماعيا، كانوا منبوذين في المدرسة وفي الحارة، وفي لا يجرؤ طفل أن يلعب مع أطفال المجرم الشهيد، شهيد الثورة أو المعتقل، لأن أباه سيحاسب وسيستدعى إلى فروع الأمن، أبو الطفل الذي يلعب مع ابن المجرم أو ابن لي. هذا الطفل بطل روايتي. يعني هل عملهم أحياء عزل أم بقوا؟ معزول اجتماعيا. دخلوهم في حزب البعث ومنظمات حزب البعث. حاول بطل روايتي أن يثبت إخلاصه لحزب البعث وأن يثور ضد والده وأن يعترف، أن يدخل في صراع مع أمه، أنت تزوجتي مجرم لتحرميني من هذه الحقوق. يعني هو كان طفلا في زمن الثورة، في زمن المجزرة التي حصلت. جرى غسل لدماغه واستسلم لهذا الغسيل. حين قامت هذه الثورة تجرأ الناس على أن يحكوا ما حصل في الثمانين. وحين فهم الحقيقة فهم أن والده كان ثائرا ولم يكن مجرما، انضم إلى الثورة. حين دخل إلى تركيا جريح، فهم في المستشفى وفي غرفة المستشفى ومن زملاء الغرفة حقيقة ما جرى الآن وما جرى من قبل، وحقيقة ارتباط بلادنا بالحكومة العثمانية التي كانت. في رواية فاتني أنا أقول وقع الخطى، في حديث طويل جدا ما بيني أنا وبين شخص علوي من الذين اعتقلوا في الثمانينات، كان طالب جامعي من 80 إلى 93، 13 سنة، من كان تابع للحزب الشيوعي، وحين خرج طبعا دمر مستقبله ولم يكمل دراسته الجامعية أو أكملها ثم هاجر. كان مشتركا في هذه الثورة وكان داعما لكل الثوار مع أنه علوي وكثير من العلويين. طيب إذن هناك أطياف كثيرة من المجتمع السوري شارك في هذه الثورة. طبعاً كنا نتابع وفي تلك الثورة السابقة في بداية الثمانينات، ويعني صار التركيز على يعني معروف المجزرة الدموية كانت في حماة. لماذا حمل الأمر فقط إلى الإخوان المسلمين؟ إلى إخوان المسلمين. محاولات لإطفاء جذوة الإسلام. منذ 63 ممنوع على أي عسكري مهما كانت رتبته أنه يصلي. وكانوا يضعون المخبرين ليتابع هذا العسكري هل يصلي، أو الضباط ضباط هل يصلي، حين يصلي يأتي تسريحه فورا. ممنوع أي صلاة، ممنوع الصيام، ممنوع يعني يصلي داخل مؤسسة أم حتى في بيته؟ حتى في بيته لو شاع الخبر سيحاكم. وفي 80 كانت الفرصة مهيئة جدا لأنه يعلنوا ما كانوا يسرونه. هذه الثورة فيما بعد أعلنوها من جانب النظام أنها ثورة دينية طائفية. سكت العلويون وانسحبوا أو صمتوا على مضض، وبقيت الثورة حسب ما هم خلقوا داعش وخلقوا منظمات متطرفة جدا. أخرجوا من المعتقلات أو من السجون المجرمين الحقيقيين، عملوا لهم دورات على قيادة هذه المنظمات داعش. طيب هذا الشخص العلوي الذي شارك في الثورة في تلك الفترة واعتقل، لماذا لم تؤخذ شهادته يعني في من ضمن صفحات الثورة لتوضيح أو تفنيد التزييف؟ كان كثير منهم وليس هو وحده. أنا كان حديثي معه مباشر واستأذنته
أن أنشر هذا الحديث كان كتابه على الماسنجر، استأذنته في نشر هذا الحديث ووافق وأنا نشرت لأثبت أن يعني ماذا هو يعني يخرج بـ 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 بتص يعني في تسجيل فيديوي، أو لماذا ما عمدتم أنتم إلى أنه تأخذون منه الرعب الخوف؟ نعم هو الآن خارج خارج سلطة النظام، يخاف على أهله في الداخل. نعم لا يستطيع. نعم وهذا منشور الكلام الآن كلام هذا الشخص. نعم نعم منشور. نعم جيد. يعني هذه طبعا شهادة تاريخية لهذا الشخص، وهو طبعا علوي يعني ينتمي إلى البيئة التي ينتمي لها النظام، لكنه ثار ضد النظام. إذن هي ثار في المرتين شعبي. في الأولى اعتقل نعم 13 سنة. نعم. وفي الثانية خرج إلى الإمارات وبعدها إلى كندا. نعم وفي كندا الآن. حضرتك عضو في رابطة الأدب الإسلامي، وكثيرا ما يرد سؤال ما هو الأدب الإسلامي؟ هل هو ذلك الأدب الذي يحمل طابعا دينيا يكرس للدعوة أو لمديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني بدي أن نضع تعريفا لهذا هذا الأدب ونسمع من حضرتك ما هو الأدب الإسلامي. كثيرون يعتبرون أن الأدب الإسلامي هو المدائح وهو الأشعار وهو، أنا كاتب روائية لا 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 أتخذ هذا الطريق. كل أدب يحمل الأخلاق الإسلامية، أخلاق وليس الدعوة المباشرة، الدعوة المباشرة للشيوخ وللأخلاق الإسلامية فهو أدب إسلامي. أنا كتبت معذرة ست بسام، نذهب إلى فاصل ثم نكمل حديثنا عن رابطة الإسلامي والأدب الإسلامي. خير فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والروائية السورية ابتسام شاكوش. أعود إليك ابتسام، كنا سألتك قبل الفاصل عن تعريف الأدب الإسلامي باعتبار أنت عضوة في رابطة الأدب الإسلامي العالمي. حسب تصنيفي أنا كل أدب يحمل الأخلاق الإسلامية بشكل إيجابي فهو أدب إسلامي. الخطاب المباشر في هذه المرحلة من التاريخ مل منه المتلقي، صار محصورا بالمساجد والمنابر وله ناسه. أما الأدب قصة ورواية، أنا أكتب أحمل الأخلاق الإسلامية للشخصيات الإيجابية، الشخصيات السلبية من البداية أجعل القارئ يقف ضدها. هذا هو الخط الإسلامي الذي أنتهجه أنا وليس الدعوة المباشرة. يعني أفهم من ذلك الأدب الملتزم الذي يتوافق مع الأعراف الاجتماعية السليمة مع ضوابط المجتمع. نعم الأخلاق الإسلامية هذه ضمن الخطوط العشرة. وصايا المسيح، وصايا في كل الأديان، هذه الخطوط متفق عليها في كل الأديان، ونحن في الأدب الإسلامي أنا أعتمدها فقط، هذا الأدب الإسلامي. أما الدعوة المباشرة ما اشتغل فيها. نعم يعني إذن ليس بالضرورة أن يحمل طابعا دينيا، لكن أنه يدخل في مجال ليس بالضرورة أن يحمل طابع الخطاب المباشر. الخطاب المباشر نعم، الخطاب الديني المباشر نعم، هذا للدعويين. تفضل. يعني الآن واضح التعريف أنه الأدب الرصين الملتزم الذي لا يتجاوز على أعراف المجتمع، الذي لا يتعارض مع قيم دينية، إذن هو هذا الأدب الإسلامي. نستطيع أن نقول هو الأدب الرصين أو الأدب الملتزم. جميل. نحن تحدثنا عن رواية على وقع الخطى وابن المجرم. أنا حسب ما علمت أنه هاتان الروايتان ترجمت إلى اللغة التركية. إلى اللغة التركية. يعني متحدث بدي أن أتحدث عن هذه التجربة، وإلى أي مدى يمكن للأعمال المترجمة أن تنقل مأساة الشعب السوري إلى الشعب التركي؟ نعم هذه روايتين لقد
قبول شديد في جامعة اسطنبول وجامعة مرمرة وفي جامعات أخرى تدرس اللغة العربية. ومن يريد الترجمة يقرأ باللغة العربية واللغة التركية. جرت حولها دراسات كثيرة للماجستير والدكتوراه. هذا يعتبره قبول. طلاب الجامعة على كثرة عددهم حين يقرؤون أو يطلعون على هذا الكلام فهم استوعبوا القضية السورية. يعني أفهم أن الرواية المترجمة حملت النص العربي والنص التركي. التركي. حين أردت نشر رواية ابن المجرم بالنسخة العربية رفضتها لبنان والأردن ومصر والسعودية. رفضت بشكل كامل. لماذا؟ ربما لم يقرأوا، نظروا إلى العنوان ظنوا أن بشار الأسد، ليس بشار الأسد. يعني كما يعتقد أي قارئ، مجرد أن يقرأ العنوان ويعرف الكاتب السوري إذن يتبادر ذهنيا المقصود بشار. نعم يظن أنه بشار الأسد. طبعا ها هنا في اسطنبول، ولكن أضفت إليها كلمة جد صغيرة. لست أنا ابن المجرم، لست أنا. وكأنه نوع من الاعتذار أو إشارة للقارئ أنه ليس بشار الأسد. هنا تباع في تركيا. وشاركت فيها بمعرض قطر. يعني أنت اضطررتي أن تضيفي هذا العنوان الصغير كملحق. حتى أبعد عن ظن القارئ بأني أقصد بشار الأسد، ليس بشار الأسد. طيب ما المانع إذا وصفنا المجرم بالمجرم يعني؟ لا ليس مانع، ولكن أردت أن أوصل إلى القارئ. سؤال ليس لك يعني، أنا سؤالي الجهات التي اعترضت على هذا العنوان. هذه سياسة دولية لا يريد، لو كانوا يقفون ضد بشار الأسد لسقط من أول يوم الثورة، ولكنهم لا يريدون أسقاطه. هو أهم كلب حراسي على الحدود الإسرائيلية. وكلنا نعرف هو ومن بعده حسن نصر الله وكلهم شلة واحدة وإيران. هذه قضية سياسية معروفة. لا يريدون الجهر بالعداء لبشار الأسد. عندما ثار الشعب السوري كل هؤلاء اجتمعوا في خندق واحد ضد الشعب السوري. ضد الشعب وكل يعني الآليات العسكرية استخدمت ضد الشعب. لو أن استخدم ربع منها ضد الاحتلال الصهيوني ربما استطاع نظام يستعيد الجولان أو جزء من الجولان التي هي محتلة من عام 67 لحد الآن، ولكن استخدمها ضد الشعب السوري. أردت أن أوضح للقارئ معاناة هذه الشريحة من الأطفال الذين عاشوا طفولتهم محروقة وهم على وسم أو وشم ابن المجرم. ولم يرتفع عنهم هذا الوشم إلا في هذه الثورة. يعني كان يطلق عليهم هذا الوصف بشكل رسمي ابن المجرم. ويضطر الطفل أيضا يقول أمسي أنا ابن صدق ابن طفل المجرم. صدق. وصارت عداوة شديدة نفسيا ما بينه وبين والده. هذا مجرم بسبب جريمة هذا الأب. أنا حرمت بعض فروع الجامعة. حرمت الوظيفة، حرمت السفر، حرمت أشياء كثيرة. أنا محاصر اجتماعيا، لا يجرؤ أحد على اللعب معي، على المشي معي، على لأني ابن المجرم. ولكن في بداية الثورة كشفت الأوراق وعرف أنه ثائر. أصدرت عدة مجاميع قصصي. هذا ما تحدث، ما طبعا هناك أعمال روائية كثيرة لك ما شاء الله، يعني إنتاج غزير، ودعاء لك بالتوفيق ومزيد من العطاء. بدي أن أتحدث عن لون آخر من إبداعك. المجال هو مجاميع القصصية، يعني في الغالب تتناول المجاميع القصصية الهم الوجع السوري، ومنها بين الخيام، يعني من القصص التي حملت الوجع السوري. أثارت دهشتي قصة في هذه المجموعة، هي دمية على الدرب، وهي يعني دمية ملقاة على درب الهاربين من الهاربين النازحين الفارين من الموت، والتقطها أكثر من طفل، ثم بعد العناء والتعب يلقيها على الطريق، ويأتي طفل آخر أيضا يلتقطها، وتداعب أحلامه على أنه إن كان ذكرا يحملها إلى أخته الأنثى، وإن كانت أنثى تحملها. بالنتيجة القارئ يتوقع أن هذه الدمية في النهاية ستنفجر على أحد الأطفال، ويتحول المشهد إلى مشهد مأساوي. لكن في نهاية القصة أنه كانت دمية طبيعية، يعني وقعت أو سقطت من إحدى الطفلات. هذا الاختلاف مع ما يتوقع القارئ، هل كان بقصدية حتى نكسر أو تكسرين التوقع؟
نعم. ولكن هي ليست مفخخة ولا هي راح تنفجر، هي الأمم المتحدة، هي الإعلام العالمي الذي بهذه الأعين الزرقاء المفتوحة والشعر الخشن يرقب كل هذه الدروب وكل هذه المآسي. نعم. وهو لا يفعل شيئا، ولا يسجل في ذاكرته أي شيء. نعم. ينسى. هذه مواكب النازحين ليست لسوريا فقط، في كل دول العالم يوجد هجرات ونزوح ويوجد مثل هذه، وهذه الأمم المتحدة، هذه الدمية ذات الرأس الفارغ. نعم. والعيون المفتوحة الزجاجية المفتوحة لا ترى شيئا ولا تسجل في ذاكرتها أي شيء، وما تزال مواكب النزوح مستمرة. تمنيت كثيرا لو تتحول هذه القصة إلى فيلم. نعم. ولكني لم أجد من يتبنى الفكرة. إن شاء الله تتحول إلى يعني من يسمعون ويتابعون. أنا عشت في مخيم اللاجئين. الإعلام ممكن أن تتحول إلى عمل إبرامي. عشت في مخيم اللاجئين. نعم. 5 سنوات. هذه القصص هنا هي من مشاهداتي في المخيم. نعم. أين كان هذا المخيم؟ تابع لأورفا التركية. نعم. نهاية أورفا، مدينة جيلان بينار. نعم. هي مدينة رأس العين، شريط سايكس بيكو. نعم. قسم كثير من المدن إلى جزئين، جزء لتركيا وجزء لسوريا. نعم. العائلة الواحدة صار نصفها سوري ونصفها تركي، سايكس بيكو. نعم. نحن كنا في الجزء التركي من مدينة رأس العين. العرب عرب تركية المقيمين هناك ما زالوا يستخدمون الاسم نفسه رأس العين. نعم. التسمية التركية جيلان بينار، نبع الغزلان. نعم. في سوريا اسمها رأس العين. المخيم كان هناك، الآن تفكك وخرجنا منه. نعم. القصص هذا الاسم القديم اللي هو رأس العين، رأس العين. كانت هناك، كان هناك عين ما. نعم. هي عيون كثيرة وفيها عيون كبريتية. نعم. بالجانب السوري ولكن بالجانب التركي معها. نعم. أنت في هذا المخيم أنشأت مركزا ثقافيا. نعم. وأدرت هذا المركز الثقافي على مدى 4 سنوات، يعني مدي أن سلط الضوء على النشاطات التي كانت تقام في هذا المركز، وما الرسالة التي أردت أن توصليها؟ الأربع سنوات بالمركز الثقافي أنا أعتبرها هي الفترة الذهبية من حياتي. نعم. لأني قدمت فيها مع الفريق العمل اللي كان معي من قلبنا، كان. نعم. بإخلاص شديد. كان الثورة، الثورة التي تحولت إلى السلاح وتحولت إلى دماء، إذا لم تكن بموازاتها ثورة فكرية. نعم. فما استفدنا من الثورة شيء، ضاعت هذه الدماء هدرا. نعم. هذا كان الخط، بداية الفكرة التي قامت عليها. شكرا لك، شكرا لك الكاتبة والروائية السورية ابتسام شاكوش على هذا الحوار الممتع، وأتمنى لك المزيد من العطاء. شكرا لك. لكم على هذا اللقاء. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.